الأولي للدراسة من أجل الحوار مع المنتخبين لمجلس الجهة. المرحلة المقبلة إن شاء الله سيكون لقاءات في الأقاليم، سبعة أقاليم، هذا الموضوع ديال الدراسة الاستراتيجية باش نستمروا ديال الأساس ديال السياسة العامة ديال الجهة. أولا الحكمة، حكمة جديدة، وكذلك استراتيجية. ما يمكنش نستمروا في العمل اللي كان في الماضي، هو السياسة مبنية على برنامج سنوي، سيكون عندنا واحد البرنامج على مدة 10 سنين. كذلك خصنا يكون عندنا واحد السياسة مبنية على المواقف ديال الجميع. الموقف المشروع الأول اللي كان عندنا في 2010 هو نبنيو هذه الاستراتيجية. نقدموا لكم دراسة إن شاء الله هي غادي تكون دراسة عندها طموح كبير، لكن غادي نبداو بالصحافة المحلية قبل ما نمشيو للصحافة.